خلينا نروح معاكم دلوقتي لموضوع خاص ومتعلق بالحيتان. معروف ان الحيتان بتصدر اصوات عاليه، الاصوات دي ممكن تكون اصوات حاده قويه ونابع منها صوت مميز ومختلف، لدرجه ان في علماء قالوا انه اغانيها بتنتقل عبر المحيط. مش عارفه ليه شاذلي هم خصوها بالاغاني. صحيح. نقاش عادي بيتكلم عادي. صحيح. مش عارفه. طيب وهل فعلا كل الانواع فعلا بتصدر نفس الصوت او بتغني زي ما الدراسات بتقول؟ الصوت المميز ده عايزين نتعرف عليه، ازاي الحوت كمان بيصدره، هل في اليات وراء اصدار هذا الصوت او هذه الاغاني زي ما الدراسات بتقول؟ خلينا نقترب اكتر من الموضوع. معانا الدكتور امجد محمد شعبان الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. يا دكتور صباح الخير. دكتور امجد اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اتفضل. يا اهلا بحضرتك. ايه حكايه الدراسات والابحاث اللي بتتكلم عن الموضوع ده، الصوت المميز اللي بيصدره الحوت؟ هو في الحقيقه الاصوات زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي، الاصوات اللي بيصدرها الحيتان دي بتبقى عباره عن اصوات او لغه بتتفاهم بيها الحيتان في الميه، وهي بتتميز بانها نوعين من الاصوات، اصوات ذات تردد عاليه، ودي بتستخدمها اسماك او الحيتان بتستخدمها في التعرف على الاماكن، زي فكره السونار بالضبط، ان هي بتصدر موجات صوتيه ذات تردد عالي جدا وبتستقبلها تاني زي اجهزه السونار، فبالتالي بتقدر تتعرف على الاماكن وتقدر تتعرف على الفرائس وتعرف تعمل ابحار او نافيجيتور او في المياه وتعرف اماكنها. دي الحاجه الاولى اللي بتستخدمها في الاصوات. الاستخدام الثاني لهذه الاصوات وهي الكوميونيكيشن او التواصل او الاتصال ما بين افراد الحيتان وبعضها. دي من اجل التزاوج او التغذيه او التوجيه الاسراب ناحيه اتجاه معين، او فيبقى عندنا نوعين او استخدامين للاصوات، اللي هو السونار او استخدامها في اللوكيشن او ايكو لوكيشن اللي هو التعرف على الموقع والابحار والكلام ده، زائد الطريقه الثانيه اللي هي التواصل مع بقيه افراد السرب او التواصل مع بعضهم اثناء التزاوج او اثناء الحركه او الكلام ده. الاصوات دي سموها العلماء اغاني بسبب اتفضل يا فندم سامعينك. بسبب ايه؟ سموها اغاني بسبب ان هي بتشبه في الريتم بتاعها او النمط بتاعها زي بالظبط الاغاني البشريه بتاعتنا المعروفه. وبالتالي سموها سونج. طيب. لدرجه ان بعد سنه 1970 بعض الناس العاملين في الغواصات تحت المياه سجلوا هذه الاصوات ونشروها، وكانت عامله مبيعات كبيره جدا سنه 1970، وبعض المغنيين ادمجوا هذه الاصوات اللي هو ما يسمى بالاغاني في بعض الاغاني المعروفه والمشهوره. طب هل الميزه دي يا فندم او الشيء المميز ده مختلف عن طبيعه اي حيوان اخر؟ وفي كمان لو هتكلم مع حضرتك عن بحث نشر في مجله نيتشر قال انه في صناديق صوت او حجره للحنجره عند الحيتان، هل الكلام ده صحيح وايه حكايه هذه الحجره او هذا الصندوق؟ هو في الحقيقه من قديم الازل في الابحاث من زمان بتشتغل على طبيعه هذا الصوت ومصدره، فكان في اول ابحاث اتعملت على ما يسمى بالحيتان المسننه او ذات الاسنان، مجموعه من الحيتان اسمها الاسنان المسننه او ذات الاسنان، وعرفوا بالضبط الطريقه اللي بيصدر بها الصوت، وهي من طريقه مرور الهواء على الانف في حجره معينه. التشريح يعني اناتومي كده معين صعب. بعد كده البحث اللي هو نشر اول امبارح ده اللي هو كان 21/2/2024، ده احدث بحث، ده عمل على ثلاث انواع من انواع الحيتان الغير مسننه اللي هي عديمه الاسنان اللي بيقولوا عليها مجموعه البالين ويل، اللي هي اسنان عديمه حيتان عديمه الاسنان بيكون فيها ما يعرف بالمصفاه في الفك العلوي للاسماك القرش زي القرش اللي معروض حاليا على الشاشه مع حضرتك. ودي بتعتمد على الفلتر او الفلترنج بتاع المياه عشان ياخد الغذاء والاسماك الصغيره منها. وعمل العالم ده او مجموعه العلماء دي عملوا اناتومي او تشريح كامل للحجره اللي حضرتك بتقولي عليها دي، وهي حجره شبيهه بالليرنكس او
الحنجرة بتاعت الإنسان عملها بثلاث أنواع من الحيتان، وعرفوا الأناتومي بالتفصيل، وهي عبارة عن حجرة زي الحنجرة بتاعت الإنسان وفيها تراكيب من المصل من العضلات أو من الدهون تجد إلى حد كبير الأحبال الصوتية، وبمرور الهواء عليها بفلو معين أو بسرعة معينة بتصدر هذه الأصوات. وده كان حاجة حديثة أنه هو اكتشف في الثلاث أنواع دول الأناتومي بالتفصيل بتاع هذه الحجرة، ما يسمى بالحجرة الصوتية. بالإضافة لأنهم بقى عملوا مرروا كمية هواء، لأن التجارب دي كانت على حناجر أو على كائنات ميتة، فمرروا فلو من الهواء شديد جدا على هذه الحجرة الصوتية، وقدروا يعرفوا التردد بتاع الأصوات اللي طالعة، بحيث نقدر نستخدمها بعد كده في حماية الحيتان من الاصطدام بالمراكب أو بتاعه. هو ده اللي اتكلم عليه العالم اللي هو كان في بعض القنوات، وقال هنعمل ايه باستخدام هذه المعلومات يعني. طيب، بما ان حضرتك بتتكلم عن مسألة المراكب أو السفن، هل حركة السفن مؤثرة على هذه الأصوات أو حركة الرياح؟ ايه العوامل المؤثرة اللي بتزيد من هذه الأصوات؟ لا، هي مش بتزيد، هي الأصوات دي هي موجودة زي ما قلت لحضرتك للكوميونيكيشن أو التواصل يعني بين الكائنات، أو بمعرفة الكائنات غذائها أو أماكنها أو الإبحار في المياه. ولكن فعلا تأثير المراكب بيعمل حاجتين، أولا بيأثر على الحيتان نفسها بأن ممكن يقتلها بالاصطدام ده، وبالتالي زي ما احنا عارفين الكائنات الحيتان دي مهمة جدا، ومعظمها دلوقتي بقى معرض للانقراض، فبالتالي طبعا موضوع اصطدام المراكب ده بيأثر عليها تأثير شديد. وبالتالي العالم اللي كان بيتكلم في إحدى القنوات من يومين على هذه التقنية، ان هم عايزين يوصلوا للتقنية ان هم يحطوا بعض الأجهزة في المياه بتجميع، او ان هو يجمع هذه الأصوات، يعني أجهزة تجمع الأصوات بتاع وتتعرف على الأصوات بتاعة الحيتان وتصنيفها، وبالتالي عن طريق التطلايت او الأقمار الصناعية يبدأ ينبه المراكب الشاحنات الكبيرة بان في طريقها اتراب او انواع من الحيتان، وبالتالي تقلل من سرعتها لعدم اصطدامها بهذه الحيتان وقتلها عن طريق الخطر. طيب دكتور امجد، يعني حسب برضو الابحاث والدراسات انه الحيتان كانت حيوانات برمائيه، كانت كمان بتعيش على الارض، هل فكره وجود حنجره او حجره الصوت اللي عندها، هل دي اختلفت مع اختلاف البيئه المحيطه بالحيتان، ولا هو نفس الاناتومي او التشريح زي ما حضرتك قلت؟ لا طبعا، هو الاناتومي اللي كان موجود من 50 مليون سنه قبل ما تغزو الحيتان المياه وتعيش فيها، طبعا كانت تراكيب مختلفه، وهو ده التطور. حتى اسم البحث اللي كان منشور من اربع ايام هو التطور، كان اسمه التطور الحادث في هذه التراكيب والذي يؤدي الى اصدار الاصوات في المياه. البحث كان اسمه كده. فده طبعا حصل تطور مع انتقال الكائن من بيئه لبيئه، حدث تطور في هذه التراكيب المسؤوله عن اصدار الاصوات، اصبحت تلائم المعيشه في المياه. طيب دكتور، في الدراسة بيقولوا أن ذكور الحيتان هي بتصدر أصوات أكتر من الإناث في محاولة لجذب الإناث لإجراء عملية التكاثر، وكمان بيقولوا وبيقولوا كمان أن تأثير السفن لمجرد الأصوات كمان ممكن يؤثر على عملية التكاثر بالنسبة للحيتان. تمام، ما زي ما انا قلت لحضرتك الكوميونيكيشن، وقلت لحضرتك من انواع الكوميونيكيشنز او التواصل ما بين الحيتان هي عمليه التزاوج فعلا. يعني هل فعلا الذكور هي اللي بتصدر هذا الصوت اكثر من الاناث؟ اكثر بتصدر اصوات، والاناث بتحدد الذكر الملائم ليها حسب الفتنس وحسب الصوت اللي بيطلع، اللي بتعرف تميز منه ما بين الفتنس او الاكثر الذكور الاكثر ملائمه لهذه الانثى، وبالتالي يقع عليه اختيار. فعلا اصوات بتصدر من الذكور اكثر من الاناث في مرحله التزاوج دي. هل كل بقى الحيتان البالينيه زي ما حضرتك ذكرت كده بكل انواعها، الاحدب والازرق والرمادي وكل الانواع؟ تمام. طيب دكتور امجد، بالنسبه بيصدروا نفس الاصوات اقصد يعني؟ لا، الاصوات بتختلف من نوع لنوع، بل كمان ان وجد العلماء ان الاصوات بتختلف من في نفس المجموعه، يعني مثلا لقوا
القرش الازرق، قصدي الحوت الازرق انا اسف، اللي هو البلو ويل، في تسع مجموعات، تسع بوبيوليشن حسب صنفوها حسب الاصوات، يعني نفس النوع بس البوبيوليشن المجتمع بتاعه مختلف في اماكن مختلفه من العالم. كل مجموعه ليها مجموعه الاصوات الخاصه بيها النوع الواحد، فما بالك بقى ما بين اختلاف الانواع مع بعضها. يعني زي ما احنا عندنا كده بنمثلها باللغات اللي موجوده مثلا في مصر، كلنا بنتكلم مصر، لكن هتلاقي في اللغه البحري غير لهجات اللغة يعني القاهره غير اللغه، تمام الله ينور حضرتك، بيبقى في اختلاف انديفيديوال فاريشن او اختلاف فردي ما بين كل مجموعه والثانيه في نفس السبيشيز. وبالتالي في السبيشيز المختلفه برضو الاصوات مختلفه. طيب دكتور امجد، الاصوات دي زي ما حضرتك ذكرت ليها دلالات معينه، ان كان تواصل او ان كانت زي ما حضرتك قلت زي رادار، او ان هي بتقدر تحدد يعني البوصله بتاعتها او تحركاتها، لكن هل ممكن يعني هذه الاصوات ممكن اللي يسمعها لو شخص باحث او عنده خلفيه عن الحيتان بشكل كبير يقدر يتفهم يسمع الاصوات دي ويقدر يفهم مغزى الاصوات دي من الحيتان؟ لا، هو الشخص يسمع الصوت العادي كده لا، لكن ده في اجهزه معينه هي اللي بتحدد الانواع، بتدخل الترددات زي ما قلت لحضرتك، بيختلف التردد بتاعها اللي هو الفريكوانسي، بيختلف من صوت لصوت، ببعض الاجهزه بيحدد انواع الاصوات بالظبط بتاعتي، عشان كده انا قلت لحضرتك في اصوات. حتى لو حتى يا فندم لو عن طريق اجهزه، يعني ما اقصدش ان هو يسمعه بودنه، عن طريق اجهزه عشان كده هم وصلوا، عشان كده انا قلت لحضرتك هم عرفوا منين الاصوات الترددات العاليه بتستخدم في عمليه البوصله اللي حضرتك بتقولي عليها او الرادار، في حين ان الاصوات الضعيفه اللي هي ترددها الفريكوانت بتاعها قليل بتستخدم في الكوميونيكيشن او التواصل بين الافراد وبعضها. يعني سؤالي عشان اكون واضحه اكتر يا دكتور، اقصد نعم؟ انه عشان اكون واضحه يعني سؤالي اوضح، اقصد انه حتى العلماء لما بيسمعوا الاصوات دي، حتى اصوات اللي ليها علاقه بالتواصل بين الحيتان، هي مفهومه للعلماء ولا لا؟ ما انا بقول لحضرتك لحد ما مفهومه، لكن مش بدقه طبعا، لان حتى الان حتى يعني عمليه الاختبار، يعني حتى موضوع ان مثلا السونج دي ان هي اغاني الحيتان لسه لغايه الان ما قدروش يختبروا او يحددوا على سبيل الدقه هل الاغاني دي في منها على سبيل مثلا زي ما بنقول عليها الراحه النفسيه او الحاله المزاجيه للحيتان، ولا كلها خاصه بالكوميونيكيشنز، الموضوع الحاجتين اللي انا قلت عليهم اللي هم الكوميونيكيشن وعمليه السونار او تحديد المواقع. فدي يعني مش كل نغمه خاصه بحاجه يعني. تمام يا دكتور. طيب هل ممكن مثلا يكون بيعاني من مشاكل مثلا فبالتالي يصدر نفس الاصوات؟ ممكن ما بقول لحضرتك دي من السوشيال بيهيفير بتاعته، زي ما احنا بنقول العمليه معقده جدا بتاعت اصدار الاصوات دي، عمليه معقده، وربما يكون برضو بعض لان بيقولوا حتى في تصنيف الاصوات يقولوا عليها صوت مثلا طقطقه، يقولوا عليها بل، لدرجه ان في بعض الكتب بتقول كلمه اهات، فكلمه اهات دي اكيد راجعه لموضوع ان يكون في ديفكت معين او مشكله معينه بيعاني منها القرش نتيجه الحوت، قصدي نتيجه للاصطدام بمركب او تعرض للافتراس او بما انه بيغني بقى، فدي دكتور امجد بما انه بيغني بقى في اهات الغنى دي. طيب على كل بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور امجد محمد شعبان، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.